أمير البربري، أستاذ جراحة التجميل في كلية الطب جامعة عين شمس. هكلمكم على حاجة بقت نقدر نقول حاجة زي موضة أو بقى عليها طلب دلوقتي، هو تنسيق القوام وخصوصا المنطقة بتاعة الأرداف. دي عملية فنية بحتة لها جزء جمالي كبير ومتعلقة بالمنطقة بتاعة الأرداف والمناطق اللي حوالين الأرداف، والعملية دي طبعا لها مقاييس جمالية زيها زي أي عملية تتعمل جراحة تجميل في الجسم. بنراعي فيها طول العيان ووزنه، وبيبقى فيها جزء حاجات بيبقى فيها شفط، وبيبقى فيها حاجات فيها حقن دهون بحيث يحصل التنسيق دهون، وبحيث انه نقدر نبرز الجمال بتاع المنطقة دهيا. العملية دي عادة بتحتاج انها تتعمل ببنج كلي، قليل جدا لما نقدر نعملها ببنج موضعي. العملية الواحد بياخد فيها لو هي مجرد المنطقة بتاعة الأرداف وما حولها في حدود يمكن من ساعتين ونص لثلاث ساعات. زي ما قلت هي فيها جزء شفط دهون وجزء حقن دهون علشان نبرز المنطقة دي من ناحية الجمالية. التجهيز للعملية هو حاجات عادية جدا، يفضل انه الواحد يبقى طبعا الحاجات اللي هي ليها علاقة بالتخدير زي البنك يبقى صايم، وفي نفس الوقت مهم ان الواحد لما يعمل العملية ده هي يبقى عامل حسابه انه هيبقى لابس الكورسات فترة مش هتقل عن 3 أسابيع بعد العملية، وده جزء مهم جدا من التشكيل بتاع المنطقة كلها انها توصل بيها للشكل اللي احنا عايزينه في الآخر، وبيتقلع بعد كده هو تدريجيا. الواحد ممكن بعد العملية يخرج في نفس اليوم على آخر اليوم أو يبيت ليلة على حسب كمية الشفط اللي اتعملت وكمية الحقن اللي هي اتعملت. وطبعا زي أي عملية جراحة تجميل كل شخص بيتعمل له حاجة مختلف فيه عن الحد التاني، سواء الكمية أو الشكل، حتى الأشكال نفسها بتبقى مختلفة، والواحد بينقي الحاجة اللي تليق على جسم كل شخص محتاج إن هو يعمل العملية ده. هي الالتئام بتاعها بياخد له فترة بسيطة لحد ما يقدر الواحد يرجع يمارس الحياة اليومية الطبيعية بتاعته، لكن الشكل النهائي بيقعد له فترة مش أقل من 3 لـ6 شهور علشان نوصل له. لكن في الفترة دي كلها بنشوف التحسن اللي بيحصل على مدار الوقت.